طب نعمل ايه؟ هقول لكم شويه اجراءات سهله. اول حاجه اصلا انا بطالبكم ان انتم تتخففوا ايضا اصلا من هذا الادمان لكثير من السوشيال ميديا. تعالوا بس نساعد نفسنا ونبتدي نحط معيار ان احنا هنمتنع عن رؤيه المحتوى اللي بيشجع على التنمر. ويا سيدي ويستبدلوا بمتابعه محتوى تاني هادف بيتكلم على ازاي تشوف الجمال في اللي حواليك وفي الاشياء اللي حواليك وازاي يشجعك على التعاطف واللطف بالناس واخراج احسن ما فيهم في كده في مواد زي كده كتير جدا 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 محدش قال ان السوشيال ميديا بتستخدم بس في السيء في مواد بتفتح ابواب اللطف والرحمه ولين القلوب كتيره دي اول حاجه تاني حاجه كل يوم قول كلمه حلوه لأهل بيتك. افتكر كده واخترع كلمة حلوة. تيجي مثلا لأولادك وتيجي تقول لهم على فكرة أنتوا وجودكم في حياتي فارق مش بس عشان أنتوا خليتوني أب لكن عشان أنتوا اللي بتكرسوا وبتثبتوا في قلبي الحنية. الرحمة. أنتوا اللي بتعلموني قيم أنتوا اللي بتعلموني إن ضميري يفضل صاحي. لولا خوفي عليكم إن أنت إن أنا أكلكم حاجة حرام ما كنتش فيا كل الثبات على, على 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 حسن الاخلاق ولا الثبات على البحث عن اللقمه الحلال. انا كل ما افتكر ان انا الحمد لله كنت سبب ان انا اتمسك بقيمي وبأخلاقي احمد ربنا على ان ربنا رزقني اياكم. تقول زوجتك انت نعمه من نعم ربنا وطول الوقت وانا حاسس ان انت في ظهري. ربنا يخليكي وتملي البيت رحمه ونور وذكر وصلاه في ناس كتيره زوجاتهم يشوف زوجاتهم بتصلي وبتصوم وبتقرأ قران عمره ما قال لها كلمه حلوه ان وشها منور ولا انت صلاتك دي هي اللي ماليه البيت بركه عمره ما قال كده لا لازم نقول الكلام ده وكفيانا ان احنا نقول كلام سلبي عن الاخرين ولو شفنا شخص بيتنمر على حد ده ثالث حاجه ننصحه ونوقفه عندها ونمنعه مش بس كده ونسارع في تطيب خاطر الشخص اللي كان تنمر عليه الشخص ده او اذاه وننصح كل المشاركين في ده ان احنا خلاص ان الاوان ان كل واحد فينا يبقى مش بيته بس هي المساحه الامنه بتاعته لكن بيته ومدرسته وشغله تعالوا نوفر لبعض مساحات امنه مساحات نقدر فيها كل واحد فينا يهدى باله ويطفي خوفه ويعيش ببساطه وما يتلفتش على حواليه مين اللي بيضحك عليه وهو ماشي في الطريق ولا مين بيقول عليه ايه من ورا ظهره ولا مين بيبص له بصه سخريه تعالوا نوسع المساحه الامنه في حياتنا تعالوا نوسع مساحه الطمأنينه في حياتنا وكل انسان هيقدر يساعد في ده هيكتب له ثواب انه أمن مسلم ويكتب له ثواب أنه كأنه أنقذ نفسا من الموت تعالوا نلجي بعضنا من الموت الصامت اللي هو الموت من السخرية يا رب اجعلنا من الناس اللي تكون سبب في طمأنينة الناس وفي التيسير عليهم يا رب العالمين